السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا على Learning Microsoft Office 2019، وبنكمل كلامنا على برنامج الوورد. النهاردة هنتكلم على حتة مهمة، جزئية مهمة اسمها الوان درايف. هنفهم إيه هو الوان درايف واستخداماته ويستخدم في إيه. هنتكلم في البداية Introduction on OneDrive، benefits of using OneDrive, saving and opening files, how to create and open documents, pinning a document, compatibility mode, and finally converting a document. وبعد كده لما نقول الـ conclusion هيبقى في activity أو task صغيرة على الكلام اللي احنا قلناه. في البداية لما نيجي نسأل ايه هو الـ OneDrive، الـ OneDrive دي سيرفيس مقدمة من شركة مايكروسوفت. الهدف السيرفيس ديت انها بتقدم لي ستورج اونلاين على الانترنت على احد السيرفرز، بقدر من خلالها ارفع الفايلز بتاعتي، سواء بقى طبعا بتاعت كل مايكروسوفت اوفيس، يعني الوورد، الاكسل، الباوربوينت، كل الديكومنتس بتاعتي اقدر ارفعها على الوان درايف، وبالتالي اقدر اسيف واديت فيها واغير فيها اونلاين. فائدة الكلام ده ايه؟ ان هو بيسمح لي من اي لوكيشن، او فكرة البورتابلتي. يعني ايه فكرة البورتابلتي؟ يبقى انا عايز ماشين جاهز عليها جاست ويب براوزر وكونكتد بالانترنت، واقدر انزل او داونلود الفايلز دي او حتى اديت فيها اونلاين، وبالتالي هتبقى اونلي وان باك اب. مش هقعد بقى ايه يبقى في نسخة على السي دي او على الهارد ديسك او الفلاش ميموري، طب يا ترى ابديتد فيرجن فين؟ لا، كانه ستورج اونلاين معايا على النت. الحقيقة الخدمة دي مش بس اللي بتقدمها شركة مايكروسوفت، لو حضراتكم سمعتوا عن اللي زيها بالظبط تبع شركة جوجل اسمها ايه؟ جوجل درايف، برضو ذا سيم سيناريو وي هاف. اقدر ارفع فايلز او حتى اكريت لو ملهاش وجود اصلا، اكريت وورد فايل، اكسل فايل، باوربوينت فايل، وحاجات تانية كتير قوي تخص الابس ديت، وده من خلال ان انا اعمل اكاونت على الجيميل او اوريدي لو عندي اكاونت على الجيميل. طيب مايكروسوفت عشان اقدر اكسس الوان درايف بتاعي الا ايه الريكويرمنت؟ برضه ذا سيم سيناريو وي هاف، ان انا لازم يبقى عندي مايكروسوفت ايه اكونت او حساب على شركه مايكروسوفت. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ لو حضراتكم فاكرين فوق كده زي ما الرسمه اللي قدامنا دي واضحه، في هنا علامه ساين ان. ساين ان ده يعني انا دلوقتي عامل سيت اب او انستوليشن لبرنامج الوورد، ومش داخل باي ايه اكونت يخصني، وبالتالي اول ما بكليك على كلمة ساين ان اقدر ادخل الاكاونت بتاع مايكروسوفت طبعا بتاعي، وبالتالي اقدر اكسس خدمة مين؟ الوان درايف او اللي هي تبع مايكروسوفت او اللي بنسميها اونلاين ايه شير. What are the benefits of using الوان درايف؟ طب انا يا ترى مستفاد بالفكرة دي؟ واحد يقول لا، that is enough بالنسبة لي، كفاية قوي جدا، حاجة جميلة جدا ان انا فايلاتي تبقى معايا، تتحرك معايا اينما ذهبت. فين؟ على ستيك او على فلاش ميموري او على اس دي كارد، وات ايفر ايه هو الستورج اريا اللي حضرتك هتستخدمها، او اكسترنال هارد او الكلام ده كله. هنا طبعا بيقول لك اول حاجه، وانس ان انت عملت ساين انتو يور مايكروسوفت اكونت، هيبقى مع حضرتك او انت قادر على انك تاكسس مين؟ الوان درايف. طيب اول بنفيت عندنا ان احنا نستخدم الاكونت بتاع مايكروسوفت او الفيتشر اللي هي خاصه بالوان درايف، ان انا اقدر اكسس الماي فايلز اني واي، اقدر اكسس الملفات بتاعتي في اي مكان. وكلمه اكسس عندنا في قلب الكمبيوتر ساينس معناها كلمه من اتنين، يا ريت يا رايت، يعني يقدر جاست اعمل فيو او ريد اونلي، اتفرج على الداتا اللي في الفايلز ديت سواء وورد او اكسل او باوربوينت، جاست ايشو بعض، او ان انا اقدر اديت فيها وموديفاي فيها برضو ايه اونلاين. فطيب هقدر اكسس الملفات بتاعتي دي، كلمة anywhere دي معناها ايه؟ anywhere معناها مش related بديفايس معين. يعني ايه بمعنى اصح؟ يعني مش لازم اقعد على اللابتوب اللي عندي في الورك في الاوفيس بتاعي في مكتبي، او على الكمبيوتر اللي في سي في الجامعة بتاعتي او الكلية او حتى في البيت بتاعي، لكن ممكن ايه اكسسه باي الكترونيك ديفايس. زي ما حضراتكم شايفين ممكن افتح الاكاونت من على التابلت، من على السمارت فون. اهم حاجه يبقى كل الاجهزه دي كونكتد تو ذا انترنت. ليه؟ لان احنا بنقدم تاني ايه الوان درايف دي هي خدمه شيرنج الفايلز اونلاين، ما ننساش فكره اونلاين، ما بتشتغلش ورك ايه اوفلاين. طيب حاجه تانية مهمه جدا، فكره الباك اب دي تاني بنفت عندي. ايه الباك اب ده؟
اللي هو بعمل نسخة احتياطية من ماي فايلز او الفايلات المهمة بالنسبة لي، بالذات الناس لو شغالة بتعمل ريبوت او ريسيرش او بتكتب سيسس سواء بي اتش دي او ماستر اللي هو رسالة علمية للماجستير او الدكتوراه، طبعا بتبقى خايفة تخسر شغلها والكلام ده كله، او حتى لو كانت حريصة جدا وحاطة الشغل بتاعها على مثلا جهاز كمبيوتر او فلاش ميموري، ممكن الاجهزه او الحاجات دي تبقى معرضه للص الفقد بسبب ضياعها او حاجه زي كده، يبقى انا خسرت فايلاتي، او لا قدر الله زي ما بنسمع عن الرانسام وير اللي هو فيروس الفديه اللي هو بيشفر لك كل الداتا والفايلز بتاعتك، فتخيل بقى ما تبقى لا ده الفايلات بتاعتي موجوده في مكان سيف واكسسبل اني وير اني تايم. فدي بنفت تاني، يبقى البنفت الاولى او الميزه الاولى من استخدام الوان درايف هو فكره ان انا اي كان اكسس ماي فايلز اني وير، بقدر اكسسها في اي وقت ومن اي مكان، اهم حاجه الديفايس اللي هاكسسها منه يكون كونكتد تو ذا انترنت. تاني فيتشر او تاني بيج ديل او حاجه واو عظيمه بالنسبه لي هو ان انا اقدر اعمل باك اب للفايلز، وخاصه لما تكون مهمه على الدرايف ده، وطبعا ده بيوفر لي لير اوف بروتكشن، يعني نوع من الحمايه من ضد الفيروسات والهاكينج والكلام اللي حضراتكم عارفينه كويس قوي. طبعا ميزه تانية اضافيه ادد فاليو لاستخدام الوان درايف هي فكره الفايل شيرنج في حد ذاتها، يعني كل كلامنا في التو فيتشرز اللي فات هو انا وبس. طيب وات اباوت ذا اذرز؟ افرض حضرتك حابب انك تشير الفايل ده ليور كوليجز يور فريندز، ممكن يعملوا جاست ريد اونلي، ممكن كمان يبقوا اوثرز اوف ذا سيم دوكيمنت، يعني كو اوثرز ليك كو اوبريشن، في بقى نوع من الكولابوريشن التعاون ما بين حضراتكم، بحيث ان كل واحد مثلا لو بتعملوا ريبورت كل واحد هيكتب صفحه وان بيج او باراجراف او يادابت او يوندفاي سيكشنز معينه، فده مش هيتم من فكره ايه الفلاش فايلز، ده مع كوبي وده مع كوبي وده مع كوبي، طب يا ترى مين اللي معاه الفاينل فيرجن، مين اللي معاه اخر ابديت لما يكون، لكن على العكس من ده اما استفاد او استغل الفيتشر بتاعت هو وان فايل اونلاين وانا عملت له شيرنج ليا وللكوليجز بتوعي او الجروب او التيم بتاعي، وبالتالي نقدر كلنا نأدت فيه ونعدل فيه في اي موديفيكيشن او اي ابديت على طول سوري على طول هيسمع وكلنا نشوفه ونحس بيه مع بعض at the same time، ومش هنقعد بقى ندور فين اخر نسخه فين الكلام ده كله. ازاي بقى اعمل سيفنج واوبننج للفايلز؟ طبعا الناس قد تقول يعني العمليه دي بسيطه جدا يعني وقتلت بحثا، بس هنشوف مع بعض دلوقتي الكلام ده بيتم ازاي. اول حاجه لو حضرتك عندك اوريدي اكاونت على مايكروسوفت، وبالتالي تقدر تعمل ساين ان للنسخه بتاعتك بتاعت الوورد او مجموعه اوفيس كلها، ده هي انيبل زيو او هيمكنك انك تقدر تسيف الفايلز بتاعتك فين على الوان درايف. طب لو حضرتك ما عملتش لوجن يبقى ما قدامكش انك تسيفه على على البي سي او الهارد ديسك او اي ستورج يعني زي فلاش ميموري او ما خلاف ذلك. طبعا لما تيجي تروح للكلام ده او تنفذ الكلام ده ازاي، بتختار طبعا ايه سيف اس، تمام؟ سيف اس ده بيديك الاوبشنز دي، عاوز حضرتك تحب تسيف الفايل بتاعك اللي هو الوورد ده سواء انت كتبته او لسه بلانك بيج صفحه فاضيه وعملت لها سيف اس على الوان درايف ولا البي سي، فبتختار ايه السيوتابل اوبشن المناسب ليك. فين الكلام ده؟ اهو ادي الاوبشن زي ما حضراتكم شايفين اهو، فاكرين السلايد دي اما قلناها انها بجيبها منين؟ فاكرين من المنيو او من التابة اللي اسمها ايه فايل في قلب الريبون بتاعتي، ودي بترمينا على مين؟ على حاجه اسمها الباك ستيج فيو، تمام؟ الباك ستيج فيو من ضمن الاوبشن اهوت اللي قلناها في البرزنتيشن المره اللي فاتت، عندي انفو نيو اوبن سيف وسيف ايه از. سيف از دي ما تكليك عليها وحضرتك عامل ساين ان، الا قال لي انه الكلام ده انا عامل ساين ان في الاكونت هنا بيبقى باين اهو بالايميل، تمام؟ بيقول لك بقى بتختار هل هتسيف على الوان درايف ده اللي هو الاونلاين ستورج اريا، ولا زيس بي سي الكمبيوتر بتاعك، وتقدر تعمل براوز وتختار اللوكيشن المناسب سواء على الهارد ديسك او على السي او اي مكان اخر. طيب كرييتنج اند اوبننج ديكومنتس، ازاي كرييت نيو ديكومنتس وازاي اوبن اكزيستنج ديكومنت؟ طبعا الكلام ده موجود برضه في الاوبشن اللي هو زي ما حضراتكم هنشوف الفيديو ده مع بعض، هيعمل لنا زي حاجه كده ايه سريعه في الكلام ده اوفر فيو عن ازاي العمليه دي بتتم.
Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Most features in Microsoft Office, including Word, are geared towards saving and sharing files online. This is done with OneDrive, which is an online storage space for your documents and files, so you can access them even when you're away from your computer. If you want to use OneDrive, make sure you're logged into Word with your Microsoft account. Whether or not you're using OneDrive, in Word, most new projects begin the same way, with creating or opening a new blank document. All you have to do is go to the Backstage view and choose New. If you prefer to start from scratch, go ahead and click the thumbnail that says Blank Document, and you can get straight to work. But you can also start with a template. You'll find them in the very same place in the Backstage view. A template is a file that comes with its own design and sometimes placeholders for your content. They make it easy to create professional-looking documents without a lot of time and effort. You can browse the ones you see here, or you can search for something specific. If you see a template you like, just click to view a preview. Then click the Create button. Opening an existing document is also very easy. Again, you'll want to go to the Backstage view, but this time, click Open in the left pane. If the document you're looking for is something you've worked on recently, it might be listed under Recent Documents. In fact, you can pin certain documents here, so you always have access to your most frequently used files. All you have to do is move your cursor over the file, then click the Push Pin icon. To unpin it, click the icon again. You can pin as many documents as you want. If the file you're looking for hasn't been opened recently, just look to the other options. For example, under OneDrive, you can access files that are saved online to your OneDrive account. Under This PC, you can access files that are saved locally. Or you can click Browse, then select the workbook you want. When you're ready, click Open, and the document will appear. Now you know how to create and open documents in Word. بنفتكر مع بعض دلوقتي ازاي بنعمل create لنيو document وازاي نopen an existing document. عشان تcreate new blank document حضرتك بتروح على التاب اللي اسمها file، تمام، واما تكليك عليها بتختار new blank document. طبعا اول ما بتدوس على الفايل ديت بتوديك على حاجة اسمها backstage view. فين الكلام ده اهو؟ يبقى تاني نروح للسلايد اللي قبل كده. انا اول ما جاست هيت بالماوس الكليك شمال على كلمة فايل بيرمين على backstage view. backstage view ده فيه الاوبشنز اللي حضراتكم شايفينها على الليفت هاند سايد، اللي انفو، نيو، اوبن، سيف، سيف اس، اند بلا 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 بلا. هدوس بعد كده على كلمة نيو اهيت اللي هي تاني اوبشن. المنيو ده هيعرض لي الاتي، واختار يا بلانك ديكومنت يا حاجات تانية. اول ما بختار نيو بلانك ديكومنت بيفتح لي صفحة الوورد بالشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين الجزء الابيض اللي في النص ده مين؟ ده الورك اريا اللي ببتدي اكتب فيه التكست بتاعتي. طيب ازاي بقى اختار او اكريت نيو ديكومنت من فروم اتمبلت؟ عندي تمبلت اللي هي من نماذج جاهزه، بختار منها بدل ما اعمل فايل نيو بلانك ديكومنت صفحه فاضيه خالص وانا اللي ابتدي اعمل الفورمات، لا استخدم اوريدي اكزيستنج فورمات وجاست اعمل اديتنج فيها واعمل ريبليسمنت للتكست اللي موجود عندي في الموديل او التمبلت اللي جاهز اوريدي. برضه عشان اكريت نيو ديكومنت فروم اتمبلت نفس الكلام بتابعه، ان انا بروح على قائمه فايل وبعد كده بدوس ده بيرميني على الباك ستيج فيو وبعد كده بختار نيو. بس المره دي مش هنختار نيو بلانك ديكومنت. طيب التمبلتس دي بقى عباره عن ايه اللي بيقدمها لي الوورد؟ دي بتبقى كاستم فورماتنج اند ديزاين، حاجات معمول لها كاستمايزيشن وبيلت ان اوريدي جاهزه، جاست انا بختارها وببتدي اتعامل معاها. وممكن كمان بدل ما اختار من الصور او التمبلتس المعروضه قدامي اللي هتظهر، ممكن اعمل ايه؟ اسيرش على نوع معين من الديكومنت او التمبلتس اللي جاهزه دي. سي انا عاوز اعمل مطويه فهكتب كلمه فلاير،
فيقوم جايب لي كل التمبلتس اللي جاهزه اللي خاصه بالمطويات. عاوز اعمل كونتراكت، اكتب كلمه كونتراكت، هات لي تمبلت جاهزه لعقد. عايز اعمل مثلا ايه تاني، بروجكت، اعمل بروبوزال لمشروع، اكتب برضه بروجكت. طب فين ده؟ اهو اما حضرتك بتدوس على قائمه فايل نيو بيرميك على الباك ستيج، بختار نيو. المره دي مش هختار مين، بلانك دي كوم. امال هعمل ايه؟ هكتب هنا في السيرش ده مثلا فلاير، في هنا كاتب لك suggested search، يعني ممكن كلمات سيرش بيها business, personal, industry, design sets, education, events. كل ما تكتب اي كلمة من دول بيظهر لك ايه، templates جاهزة، او تقدر تعمل scrolling اللي هو ups and down, left and right، تنزل تحت بالاسهم وتكليك عليها وهو بيبقى عرض لك already مجموعة من templates وتختار منها المناسب ليك. فاول ما كتبت فلاير مثلا على سبيل المثال، جايب لي هي التمبلتس جاهزه اوريدي بالواناتها بالصور بتاعتها، وانا اول وانس ان انا مختار تمبلت معين هنا كده، السليكشن واقف على ده، على الفلاير اللي هو تاني واحد اخر واحد على ايدي اليمين تحت. اول ما بختار واقول اوكي بيفتحوا لي واقدر اديت فيه واتعامل معاه. اهو بختارته بقى كده، عندي اوبشن جاهز اللي هو كريت. لو اوريدي موجود عندك على الهارد ديسك بيفتحه، لو في الغالب ما بيبقاش موجود لان الكلام ده بيقراه اونلاين، فبيعمل له داونلود وكاتب لك سايز الملف كام، 803 كيلو بايت. اول ما بتدوس كرييت بيعمل لك داونلود وبيبقى عندك التمبلت ده اوريدي. دي الكاتيجوريز المختلفه اللي موجوده الخاصه بالتمبلتس. عندي فلايرز، ايفنت، بيرسونال، اناونسمنت، اعلانات، بلو، بزنس، بارتي، حفله، اديوكيشن، ايفنت بلاننج، اندستري، صناعه، ميديا، برنت، انفيتيشنز لو عندك دعوات، الستريشنز حاجات توضيحيه، هوليديز، بوسترز، ادفرتايزمنتس، اعلانات، بورتريت، سيزونال، وهكذا. وكل كاتيجوري من دول فيها كام تمبلت ده، 114 114 94 72 65 50 46 and so on. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بما ان التمبلت سي اونلاين فقابل ان يحصل لها اي ابديت، وكل ابديت بيحصل هيسمع عند حضرتك فبتختار المناسب ليك او اللي انت عايزه، هو بيبتدي يعمل له داونلود. نيجي بقى ده كده، يبقى اتكلمنا كده في اللي فات ده على الحتتين. اقدر اكريت بلانك ديكومنت صفحه بيضاء خالص وانا اللي اكونها واعمل الفورمات بتاعتها، او ان انا افتح او مش اكريت نيو ديكومنت، امال ايه، استخدم اوريدي اكزيستنج تمبلت، نموذج جاهز او فايل جاهز، وابتدي اعدل فيه واديت فيه. وشفنا الاثنين بيتعملوا ازاي مع بعض. طيب دلوقتي انا كتبت ديكومنت وعايز ارجع افتحه تاني، فدلوقتي هنتكلم how to open an existing document. معايا فايل وورد عايز افتحه. طيب عشان open existing document خلاص، في الغالب انت هت open الديكومنت ده already حصل له saving او already الفايل ده اتكريت قبل كده، وبالتالي هتروح على مين، على الباك ستيج فيو اللي هي طبعا من الاوبشن بتاع فايل، وتختار بدل نيو هتختار مين، اوبن. اول ما بتختار اوبن بيظهر لك الاوبشنز دي زي ما حضرتك شايف قدامك، حاجه برضو من الاثنين، يا تختار الوان درايف لو انت اوريدي ملوجن، او عايز تاكسس فايل اونلاين على الاستورج اريا بتاعتك المخصصه اللي هي مربوطه بحساب مايكروسوفت، او لو بنتكلم على فايل على الفلاشه او الهارد ديسك بكليك على كلمه مين، براوز. براوز ببتدي بقى براوز وبختار ايه، البارتيشن او الدرايف اللي موجود عليه الفايل اللي انا عايز افتحه. هنا مثلا الراجل ده اختار ان هو هيبراوز من البي سي، عرفت منين؟ الباس مكتوب اهو، ذيس بي سي على الديكومنتس على سب فولدر جوه اسمه سكول، واختار من الفايلز عنده ثلاثه وورد فايل، باي نوتس، هيومانيتيز اساي، وترم بيبر. عمل سيليكشن للترم بيبر، اول ما بيعمل سيليكشن الاسم بتاعها في التكست بوكس الابيض ده بيظهر، وجاست بعد كده يهد كلمة open اللي هي عشان يفتح الملف. اول ما بيفتح الملف طبعا بيتفتح فين، في الوورد. وانا بيأكد على ان مش شرط دايما كل ما اعمل open existing document يبقى لازم من الهارد ديسك بتاعي او الفلاش ميموري، لا انا ممكن افتحه من مين، من الوان درايف اللي هو الاونلاين شيرنج اريا اللي هي عاملها لي مايكروسوفت. بيننج ديكومنت، ايه بيننج او ديكومنت دي؟ احيانا كتير جدا في ديكومنت على طول حضرتك بتفتحها، يا بتذاكر فيها يا بتعدل فيها يا البروجكت بتاعك، فعاوز مش كل شويه ايه ما تفتح مجموعه ديكومنت تتوه في السكه، لا عايز كده ايه
سو يعني كده تعمل لها ستيكنج، تلزقها بدبوس او تثبتها بدبوس. هو ده فكره البيننج. بيننج ازاي ادبس او ايه اخلي الديكومنت دي على الوش دايما واول حاجه ظهرت. ده اوبشن ظريف وسهل جدا. وحضرتك بتفتح الفايل، تمام؟ هتفتحه منين؟ هتروح على التابه بتاعت فايل، واول ما تعمل كده هيرميك على الباك ستيج فيو، ومن الاوبشنز اللي فيها تختار مين اوبن، وبعد كده تسلكت ايه ريسنت. هنبص كده عشان الناس تبقى متخيله. تاني اهو انا روحت فايل، وبعدين ايه ورماني على الباك ستيج، اخترت ايه اوبن، وبعدين عملت سلكشن منها ريسنت اللي عليها رسمه الساعه، اللي هي ريسنت الفايلات، ريسنت فايلز اللي انت اوريدي ايه فتح. وانزل انزل على الفايل اللي انا عايز اثبته، واقف جنبه زي ما حضرتكم شايفين كده، شايفين في ايكون على الشمال خالص اللي هي تحت السهم دي، واخده شكل الدبوس البن. انا عايز ادبس الديكومنت دي، اظهرها على طول في الاول عشان ايه انا بفتحها كتير، باكسسها كتير، بعدل فيها كتير and so on. تمام. اول ما بدوس كليكايه واحده شوفوا شكل الدبوس بيتغير ازاي. بدل ما البن بتاعته هوريزونتال بقت ايه، خد شكل الفيرتيكال ده كده. بص وحطه شايله من المنيو اللي اسمها اولدر اللي هي الملفات القديمه، وحطها في حاجه اسمها بند. بند دي يعني ايه؟ الحاجات اللي على الوش، الملفات اللي على طول يو ار ريسنتلي اوبن ات. طيب عايز ارجعها تاني او سوري يعني في اللفظ انا غلطت ودوست على ملف غلط، مش هو ده اللي عامل له بند، هو برضه كليك على نفس الايكون هترجعه لي تاني فين؟ في الاولدر. طيب هنتكلم على ايه دلوقتي؟ على حاجه اسمها الكومباتيبلتي مود. ايه الكومباتيبلتي مود ده؟ ده بيحصل لما يكون معايا ملفات وورد قديمه. يعني ايه ملفات وورد قديمه؟ يعني كانت معموله بفيرجنز المايكروسوفت وورد قديمه. دلوقتي احنا بنتكلم في مايكروسوفت وورد 2019، بس هي عملتها في 2007 و2010. ايه اللي يحصل لما هاجي افتح الديكومنت دي؟ اول ما افتح الديكومنت دي هنلاقي في البار الازرق فوق اللي هو فوق الريبون مكتوب كلمه كومباتيبلتي مود. ايه كومباتيبلتي؟ فكره الكومباتيبلتي مود، طبعا حضراتكم عارفين ان النيو ديكومنت او ان النيو فيرجن بيبقى فيها ابديت وبيديك فيتشرز زياده وامكانيات اعلى. تمام. كومباتيبلتي مود يعني مقصود بيها هو بيديسيبل فيتشرز معينه اللي هي فين ظهرت فين في الوورد الجديد او الاحدث. تمام. فكده كانه كده بيفتحوا لك بس الايه، لحضرتك تبص على الملف القديم ده وتشوف ايه الكونتنت فين. الكلام ده اهو بيدينا مثال اهو في الصوره الموضحه، هو فتح ملف اوريدي، طبعا مش جايب لنا شكل الملف، لكن اللي باين عندي اللي هو متهايلايت بالبوكس او ريكتانجل اللي هو الاحمر دوت، كاتب ايه ما بين قوسين كومباتيبلتي مود. لو انا فايل لسه مكرييته بالوورد الجديد ده او الحديث ده ومسيفه بيه، مش هلاقي الكلمه دي ايه موجوده ابدا. قلنا ده معناه ايه؟ معناه ان في فيتشر جديده في الوورد الجديد مش متعملها انيبل في القديم او ما كانتش موجود في القديم، فعشان كده ما بتفتح الفايل ده بيديني كلمه ايه كومباتيبلتي مود. طيب قدامي بقى ايه الحل عشان اخلي الفايل القديم يبقى يواكب او يحاكي الفيرجن الجديده؟ ان انا اعمل كونفرتنج للديكومنت، احول الديكومنت. ازاي الكلام ده؟ وانا اهو في الجزء ما اروح على الباك ستيج بدوس على الفايل تاب يمين على الباك ستيج، بعمل ايه؟ شايفين الاوبشن كلمه كومباتيبلتي مود اهو؟ ايوه. بدوس على البوتون او البوكس اللي اسمه كونفرت، وبعد كده كونفرت ده بيرميني بيعمل لي زي براوز، وبختار مين الفايل اللي انا عايز اعمل له كونفرت احوله. تمام. في دايلوج بوكس هيظهر بقول له اوكي، ده طبعا بياكد ايه؟ يور دوكيومنت ويل بي ابجريدد تو ذا نيوست فايل فورمات. الديكومنت بتاعتك الحديثه هيحصل لها ابجريد لمين؟ للفورمات الجديد. موافق؟ اوكي اوكي. كانسل كانسل. تمام. لو مش عايز المسج دي تظهر لك كل شويه بتدوس على التشيك بوكس اللي تحت ده اللي هو دونت اسك مي اجين اباوت كونفرتنج ديكومنت، يبقى لما تيجي تحول ديكومنت ثانيه مش هيطلع لك البوكس ده كل ايه شويه. طبعا اول ما اقول اوكي الديكومنت دي هت ويل بي كونفرتد تو ذا نيوست فايل تايب، وبالتالي مش هيبقى فيه مشاكل. في اكتيفيتي على الكلام ده، ايوه، او اللي هو طبعا تاسك تقدر تعملها عشان تتدرب نفسك. الخطوات بتاعتها بسيطه، هت اوبن براكتس ديكومنت طبعا موجود في الباص ده هوت اللي هو فايل دوك ده يبقى الفيرجن القديم خلاص. بيقول لك الملاحظ او الشاهد هنا هتلاقي ايه؟ ان الديكومنت دي هتتفتح في الكومباتيبلتي مود، هتحاول تعمل لها كونفرت للكرنت فايل فورمات، وهتشوف الدايلوج بوكس هيظهر لك ولا لا، ويقول لك هل انت عايز فعلا تكلوز الملف ده ولا تري اوبن الفايل ده في اوردر
في الاوردر عشان تشوف الفيتشرز بتاعه. هتختار مين؟ يس. وفي قلب الباك ستيج فيو هتختار بين للفايل ده اللي هو تدوس على الدبوس عشان ايه، لان الفايل ده بتستخدمه كتير فيظهر لك على طول. Any questions? Thank you. شكرا لحضراتكم جميعا.